مع حضرتك، عندنا مشاكل كتيرة، عندنا أمور كتيرة، محتاجين خبرات حضرتك الكبيرة في مجال التنمية المحلية. في بعض الأمور كتير محتاجين نسلط الضوء عليها تهمنا وتهم جميع المواطنين، ولكن نستسمح معليك هنطلع لفاصل ونرجع تاني، فانتظرونا. أهلا بكم مرة تانية السادة المشاهدين. وطبعا مصر بتعيش عرس في الاستحقاق الانتخابي الجديد في مجلس الشيوخ، وكنت عاوز طبعا استفاد من وجود الدكتور علاء فتحي. شايف ايه في مجلس الشيوخ القادم يا دكتور؟ إن شاء الله خير. ومجلس الشيوخ أصلا في وجوده ضرورة ملحة بالنسبة لتشريع قانوني في جمهورية مصر العربية، ومرحلة من المراحل المهمة جدا في تشريع القانون، وده اللي هيعمل استقرار أصلا لبعض المشاكل اللي موجودة في المجتمع المصري، وبيحط المواطنين وجميع الفئات بتاعة الشعب في طائلة القانون. إزاي يعني القوانين بتنظم سبل الحياة اللي في قلب المجتمع. بادئ إن زبد لابد من وجود مجلس الشيوخ، بنحس من قوته التشريعية بمناسبة وخبراته دكتور، اللي بتبقى موجودة فيه. بمناسبة الاستحقاق الانتخابي الجديد مجلس الشيوخ، معانا الزميل الإعلامي مصطفى أبو عطا. ألو الزميل الإعلام مصطفى، أهلا بك يا دكتور، إزاي حضرتك؟ عامل إيه؟ كله تمام يا دكتور؟ كله كل تمام؟ سنة وحضرتك طيب ومصر كلها بخير يعني، وإحنا خلاص يعني كلها ساعات وداخلين على مؤتمر انتخابي منذ عام 2008، وده يدل يا دكتور إحنا زي ما أنت حضرتك اتكلمت كده إن إحنا داخلين في فترة من فترات الإنجازات في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي فترة تطور جديدة جدا، وهي حياة سياسية جديدة بجانب تحديات أيضا إحنا شايفينها خلال الفترة اللي فاتت. طيب الأستاذ مصطفى، شايف إيه النهاردة في المشهد السياسي، خاصة وإحنا خلاص قربنا على مجلس الشيوخ وعلى استحقاق جديد مجلس الشيوخ، خاصة في محافظة الغربية، وشايف إن في منافسة شرسة ما بين 30 مرشح، وطبعا إن في العنصر النسائي الوحيد الدكتورة شيماء دومة، وشايف إن في